هي ملاحظات ملاحظات. او شكاوي مروريه والرد عليها من خلال الموقع ايضا. ممتاز. ونهدف ايضا من خلال هذا الموقع اللي قريبا راح نشوفه اذا في اي يعني تحويلات، اذا في اي حوادث في بعض المواقع، ايضا انه من خلال هذا الموقع راح يكون هناك توعي مروري خاصه الظروف الجويه المختلفه، خاصه الحوادث واذا ما ينتج عنها اي اغلاقات او بعض المواقع اللي فيها ازدحامات. يعني هذه الامور اللي ان شاء الله راح يتم تداولها على موقعنا قريبا. طيب احنا تبقى عندنا حوالي 3-4 دقائق اذا سمح لي المخرج. بدنا نتحدث بس عن شكل ومظهر إدارة السير القادم مستقبلا. هل نتحدث عن الشرطة الذكية؟ عن هناك حديث عن السيارة الذكية، هناك حديث عن شوارع ذكية، أين نحن من هذا الموضوع وكيف ستتعامل مع هذا الموقف الجديد؟